اللي شاف هذا الفيديو هذا يعرف بلي كاين حنا في مدينه صفرو، وبالضبط كاين في واحد الجنان اللي هو هذا جنان زوين بزاف. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، انت يلاه معايا. هشام راه كيسيني في واحد البلاصه اللي هي مع الناس، غادي نمشيو عنده. صراحه دايرين واحد الجلسه زوينه تمايا، يعني منغمه باتاي ودكيكه وجلسه زوينه، غادي نناقشوا فيها وغادي نستافدوا ان شاء الله اليوم كامل. السلام عليكم ديال الاخوان، صافا كلشي مزيان؟ مسي عليكم. هشام راه معروف، شاقي الشاقي، محمد عثمان غني، مشرفين سي عبد الغني. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. المهم كما كتشاهدوا حنا دابا راه جالسين مع الاخوان هنايا، وبغيت نشير لواحد النقطه. المهم كما كتعرفوا كاملين بلي انا واحد الشخص اللي مبتدئ في هذا الدومين هذا ديال الخيل والتبوريضه بصفه عامه، يعني مش عام واحد كينتقدني كيقول لي بلي انت راه ما عارفش، انت بعيد على الدومين، انت غير مبتدئ. انا كنعترف بلي انا مبتدئ ولكن باغي نتعلم، وملي دخلت لهذا الدومين هذا يعني بحكتي دخلت لي بواحد الحب، وداكشي سبحان الله جا غير بالصدفه. يعني ما كنتش عول اني بحكتي غندخل للدومين ديال الخيل، ومع عمري انني فكرت بحكتي شي نهار غادي نهضر على الخيل. وملي تعزت هذا الحب هذا بالنسبه لي لهذا الحيوان اللي هو العود، تلاقيت مع بزاف ديال الناس ومن بينهم هشام. هشام كما كتعرفوا واحد الانسان اللي مولوع بزاف وعنده بزاف ما يتقال، وكل مره كنكتشفوا معاه واحد الحاجه جديده. هشام اليوم درت واحد المسافه من خميسة حتى لصفرو غير باش نهضر معاه في واحد المساله اللي ضرتني وضرت بزاف ديال الناس، على حساب الخيل ديال ايرينسي اللي ما بغاوش انهم حتى يقبلوهم في المشاركه ديال الاقصائيات، وبزاف ديال البارديه اللي منقطعين. هذاك الشيء علاش احنا اللي حنا درنا هذه الجلسه هذه هنايا باش نهضروا، باش نلقاو واحد النتيجه ونلقاو بحال شي واحد الخلاصه، نخرجوا بواحد الخلاصه الايجابيه ماشي ما تكونش سلبيه، ونعرفوا راسنا بحال شي راسنا كما كيقول هشام الا ما كنتيش عارف راسك منين فين غادي على الاقل تعرف راسك منين جاي. المهم اخوتي على بركه الله. وشنو سي هشام؟ يا سيدي جاب الله هاد الاصدقاء ديالنا هادو، هذا الصديق ديالنا محمد بدر، والاصدقاء ديالنا من الحيينه، الدراري اللي كيساندونا في البارود فين ما كانت شي حاجه عندنا كيجيو كيتبوردوا معانا بخيلهم بوقتهم برزقهم بفلوسهم، وناس اللي بداو معانا وبدينا حنا بدينا معاهم، وما الصراحه الله عندهم الفضل كبير باش انك كنقولوا هاد التراث ديال عاود ديال تبوريضه وديال هذا عاود حياه في صفرو، لان حتى كان مات. ايوا هما دابا شي حنا جبناهم جابتهم الصدفه، ماشي جبناهم حنا، جابتهم القدره الالهيه والصدفه، جاوا هاد النهار تناقشوا في هذا الموضوع على جيتين تانيس، والله يجيبنا في الصواب. صراحه جيت مع لاصقاقي، جيتي معها روام يونس، جا عندي على اساس باش يفهم شنو هي هاد الخبطه اللي وقع، لان وقع شي شد ليا نقطع لك بين صحاب الخيل، كاين اللي كيقول لك حنا مع الشركه الملكيه لتشع الفراس، كيقول لك انا مع صحاب الايرينسي، ولاني حتى واحد ما طرح السؤال المناسب. السؤال المناسب هو صحاب الخيل والصالح لهم الشقاق، لان ثلاثه ديال الناس اللي مازال فيهم كي كنقولوا اللي مازال عندهم المصداقيه، باقا النيه في صحاب الخيل وفي حملات القران وفي طلبات العلم، يعني هاد ثلاثه خصنا نحرصوا عليهم واحد الحرص اللي هو شديد، خصوصا صحاب الخيل ما نبغيوش يوقع بيناتهم شي شنآن ولا شي شق، لان هما قلال اصلا
وما فيهم ما يتقسم. صح. هذا المشكل ديال لي رينسي ما حتى شي واحد ما قبطو ودار له التشريح، نعرفو بعدا منين جات هاد السلاله اللي كنحسبوها داخله علينا. لان قال لك اللي حقر راس مالو، اللي حقر راس مالو راه ضاع عليه، اللي حقر راس مالو ضاع عليه. علاش؟ لان هاد الخيل اصلا خيل راه وطنيه، راه ديالنا، واش غادي نتبراو منها؟ لا، ماشي حيت عنده الورقه ولا ما عندوش الورقه. راه ما يمكنلكش واحد اللي والديه مزوجين مثلا غير بالفاتحه وب 12 شهاد غتقول له انت ماشي ولد داك السيد. صح، بهذا المعنى هذا. يعني حتى داك الزواج راه قائم، ما خنقولوا ماشي قانوني، وراه قائم وصحيح ومعمول به. والاخوان حتى هما راه غادي يكون عندهم واحد الراي ديالهم وواحد النظر ديالهم، لان حتى هما الاخوان هادو راه قريت معاهم واستفدت معاهم بزاف ديال الحوايج، وحتى هما ناس اللي كيضرهم خاطرهم، لان الناس باغا تلحق الركب ديال هاد العود الفوقاني. كي كنقولوا بحال دابا مثلا، منين جايه هاد القضيه ديال ايرين سي؟ منين بدات؟ بداوها المقاديم، المقاديم ديال البارود هما اللي بداو هاد القضيه هادي. بدات كشكل ديال المنافسه، يعني مثلا محمد هاد الموسم هذا جاب عود فوقاني، خص محمد الموسم الاخر يجيب عود فوقاني كثار منه. كذلك بحال الشكل كيوقع في السيارات، يعني انت جبتيها بالرويد ديال 15 انا غنجيبها بالرويد ديال 18. انا ما نكرهش، راه لو كون لقاو بنادم يتبورد على الفيل يركبوا له السرعة راه يتبورد عليها صاحبي. صح. والواقع هذا علاش؟ لان هذيك داك الساعه هذاك وجه المطموره، هذاك راه كتسمى، هذيك انا كنسميهاش انا خيول غير مصنفه، كنسميها الخيول العظيمه، لان كتجي رمز العظمه مثلا ديال المربط وديال التهلو. ها محمد يعاود لك، شحال محمد الخيل مات في الحياه؟ نهضر شي شويه. راه لا ماتت شي 20 عاود، غير بهذا الشيء ديال الايرنسي كيوكلوا بزاف، كيقولوا باش يولي بحالو ولا قدو، باش يولي شغل، باش يولي قدو. لان بنادم هنا بحال اش كنقولوا، بحال اللي باغي يخرج الكوكوط من الكاسرونه. واش الكاسرونه غتخرج لك الكوكوطه عباد الله؟ لا، ربار بالعبارات ديالو باينه. كاينين سلالات اللي تم الادخال ديالها، مثلا البروتون، مثلا الفريزو، مثلا لونغلي، مثلا عوده ديال السيل فرونسي، الا عطيتيها بروتون راه غتجبد لك الجمل. صح. كاينه واحد السلاله اللي بنادم كيوقع فيها في الخلط، اللي هي البيرشورون، السلاله ديال الجران في الاصل، كتمتاز بالسرعه القوه والقوه، واني عندها واحد الحجم هائل. دابا اللي دار هذه القضيه ديال الايرنسي، لان انا مني وجبد، انا براسي كسبت الايرنسي حتى عييت، كسبت الخيول الغير مصنفه حتى عييت، والله يعمر هاد الدار. غير الفرق اللي كاين هو ان المقدم اللي كيبغي يتفرج ويتبورد ما عنده ما يدير بعود خفيف، ما خصوش هو يطلع شاد، لا خصو هو يطلع كيكسيري، كيضرب الركابات باش 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 يهز ويحط ويبان الناس ويخرط، وخصو يبان كل شيء تحت منه، تحت منه يبان عالي. فهمتي كيف؟ هادشي كيتميز زعما بالقوه وكلشي ضعيف. هذه مسألة بدات، هذه مسألة ديال هاد الايرنسي كيفاش تطورت، هاد الخيول اللي كتشوفها عندها احجام عظيمة، وكي كنقولوا الكروازي ديما كيبدع، شو غير الدجاج، غير في الدجاج كتشوف فروج كروازي كيطلع كيخلي موراه الفروج بلدي يضرب معاه انت عامد العلف، كيجي موراه الرومي كيتخطاه في 6 شهور، راه بحال نفس المبدا بالنسبة للتطور ديال هاد السلالات كي كنقولوا الغير مصنفة. نزيد عليها حاجة أخرى، حاجه اخرى، شنو اللي كان هو ان الاغلبيه ديال الخيل كانت كتجي من الشرق، هادشي راه الاخوان كيعرفوه مزيان وكنعرفوه مزيان. كانت الخيل الغليظه كتدخل شي خيل مجهده من الشرق، الاغلبيه ديال هاد الخيل كانوا فيها دي بروتون اللي كانوا كيستعملوهم، كي كنقولوا لا كان ما كنسميهش التهريب المعيشي، كنسميه التبادل المعيشي. كانوا دوك الخيل ديال الجران كيضرب مثلا بوطه ديال المازوت كيدخل بها عود ثقيل. يعني انا براسي يخيروني علاش غنركب مثلا في الصربه ديالي، لان البارود صعيب، غيخيروني علاش غنركب، غنختار اخويا عود بحال التران اللي الحافر ديالو قداش، عود غليظ، باش تيلا ما يفتلوكش الخيل في وسطهم، تيلا وقع شي حاجه كتلقى راسك انت راكب على الصح. ولاني هذا ما يدعيش اننا نقجيو السلاله ديالنا، انا كي كنقولوا من المتتبعين راه حنا تبعنا شنو واقع، يعني المداخله ديال العزيز الفاتحي كلنا راه حنا سمعناها. انا عجبتني الهضره كامله الا واحد الجمله، واحد الجمله اللي بحال غنحقروا بها رزقنا. فاش قال لك اودي واش حنا غنتبردوا على الخيل ديال الكورس؟ راه خصنا نعرفوا التاريخ ديال السلاله ديالنا. هذا العربي البربري راه به طلعنا للاندلس. شحال تيقول لك باللي الشركه بغات تذبحك بحال كنتبردوا على المشاش؟ ماشي كتبرد على المشاش، كنتبردوا على الاصل، على السلاله العربيه البربريه. خصنا نعرفوا بعدا المقومات ديال هذه السلاله شنو هي. راه الخيول البربريه علاش كتضرب لاسوريك؟ هما دوك الخيول هي الخيول البربريه باش كانت دقات باش دقات الكاهنه المسلمين رداتهم حتى لتونس، فاش جاو كينشروا الرساله ديال الاسلام راه كانت دقاتهم رداتهم حتى لتونس بالخيول البربريه. حتى
تما المسلمين والعرب عرفوا بالقيمه ديال هاد الخيول، وقع التهجين ديالها مع السلاله ديالهم اللي هي العربي الاصيل، وعطاتنا هاد السلاله باش طلعنا فتحنا الاندلس. هاد السلاله العربي البربري اللي باش طلعنا فتحنا الاندلس هي علاش كنضربوا حنا السلاله باش صيدوا السلاطين السبوعه، باش غتصيد انت السبع بعود، وان مشروط عليك انك داك السبع تقبطو حي، لان داك السلطان اما غيديه يكسبوه في الدار، واما غيديه هديه لشي ملك ديال شي دوله او شي رئيس ديال شي دوله. هادشي راه خص بنادم يعا به بالتاريخ، بالعمق ديال التاريخ، ان السلاله قسمناها. كاينه واحد السلاله اللي هي عربي بربري كتجه الكورس، هذيك راه بوحدها، وراني هضرنا داك النهار فاش هضرنا انا وياك على القضيه ديال الاوراق وديال النسبه ديال الدم والتزاوج والتركيبه الجينيه اللي كيدير اختارها المربي في الاول. اما كتخرجوا الكورس، واما غتخرجوا مثلا كي كنقولوا التقويده والتبوريده، يعني الغلط. الغلط فهمتيني؟ فهمتك. لا نسمعوا عند جدودنا وداك الشيء كنعرفوا الخيل ديال التبوريده وداك الشيء كان ديال عرب بار والبربري، ما كناش كنسمعوا بهذا الايرينسي ولا ما كناش نعرفوه كاع. صح، هذه هي اللي يعني كنسمعوا على جدودنا كاع القدام اللي دوزوا هذا الخيل، وحنا مازالين عاد مبتدئين. هشام، بغيت نسولك اخي واحد السؤال بالنسبه للسياسه ديال الشركه ديال الصوريك، شنو هي السياسه دابا ديالها دابا حاليا؟ شرحنا دابا السياسه، شنو بغات دابا هي منا؟ شوف، الا جينا نتبعوا ان حتى المربين كاين واحد شي شويه كي كنقولوا غوكولي بوغ ميو سوتي، شي واحد اللي درتي له واحد الفندق قدامه قلتي له نقز عليه، وكيقول له الا رجعت واحد جوج خطوات اللور واقيلا راني غادي نقز، غنقز من بلاصتك راك غادي تدوز. راه الا جيتي تتبع راه شنو داروا؟ داروا بحال داك القضيه ديال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، عاد اجتنبوا. راه كانت ليرينسي كتدخل لدار السلام، ماشي ما كانش كتدخل لدار السلام، ولكن راه عطيناكم اودي واحد الوقت، يعني اسيدي الا عندك الوقت راك غتمشي تشري شي جدع ارابار وغتخدموا في 3 سنين، راه الناس كتبورد على الثني. يعني دابا الشركه عطاتهم واحد المهله انه باش يحسن. هادشي راه قديم، غير اللي كاين كنقولوا كان واحد شي شويه ديال التقاعس، وحتى كتنوض الضربه عاد كينوضوا هاد المشاكل. لان الشركه كتسالى الاقصائيه راه كتطفى هاد العافيه، هادشي راه كيتنسى، عاود حتى العام الجاي عاود راه نشوفوا معركه اخرى. هادشي المشكله ماشي هي لان لو كون غنهضروا على الحوار راه شحال من بادره ديال الحوار دارت، غير الحوار كي كنقولوا كنخلطوا كل شيء. هاد الايرينسي براسها راه خصها اللي يدافع عليها. هاد الايرينسي واش طاحت علينا من السماء ولا كي كنقولوا جران جات به الشتا؟ راه سلاله ديالنا راه خيلتها هي راه كاينه، راه ما خصناش نحكروا راس مالنا. يعني كي كنقولوا شنو اللي خص دابا يدار؟ ان هاد القطاع هذا الا ما قبلاتوش مرات باه راه مازال عند امه، يعني الشركه جات وصيه على القطاع. هاد الايرينسي هي ما عندها ما دير بها، الايرينسي والحمير والبغال تحيداتهم لا صوري كاش، راه مازال عنده الوصايه ديالو. راه كاينه الوزاره ديال الفلاحه، وكاينه الشركه، وكاينه الجامعه الملكيه ديال الفروسيه مثلا، الخيول ديال البولو ما هياش اراب بارب ولا بارب ولا هذيك خيول اللي ممكن تجيب سبعات سلالات ولا ثمانيه تلعب بها على اساس ان الحصان يكون كيلبي الشروط، لا فلاجيليتي يعني في الحركيه ديالو، ولا في الصلابه ديالو، ولا في السلاسه ديالو ديال اللعب ديال البولو. هذا نموذج نعاود نشرح لك نعاود نشرح لك بطريقه اخرى، عاود غادي نعاود نشرحها لك كي كنقولوا بواحد الطريقه اخرى ونجيب لك نموذج اخر. في عهد الحسن الثاني الله يرحمه كانت السياسه ديال السدود، يعني باش غادي يدير سد راه سد خصو ياكل ثلاثه جبال وياكل مساحه ديال الاراضي. كانت الناس اللي ما كتقبلش داك الفكره، لانه هو عنده الحب ديالو للبلاد ديالو وغادي يجي يسد وغادي يطلع عليها. ولاني الا جينا نفهموا هذاك راه مصلحه عامه، ولاني فوقاش عقنا حنا بهذه الهضره هذه حتى مؤخرا، عاد فاش بدينا كنهربوا من التبعات ديال الجفاف وكنلقاو الماء باش نسقيو، والناس ولينا ما بقيناش كنستوردوا البنان من الكناري، ولينا كنزرعوه في قنيطره وكنزرعوه من سياسات السدود. فهمتي؟ لان كاين شي دواء اللي هو مر، كاين شي دواء مر في الطيبه ديالو. حتى الصرامه اللي كتبع الشركه ماشي نوع ديال ماشي كاين فرق بين الصرامه وبين العنف، لان حتى الصرامه نوع ديال الحب، يعني كنتراسي لك واحد الحدود اللي انت ما خصكش تتجاوزهم. انت قلت تيسا ياك؟ انت قلت تيسا. صح لنا زعما تيسا زعما كيفاش بدات لجنه الوصف تما، زعما كيفاش جات؟ ما كناش كنعرفوا فاش شي جاو شي كوار تمايا وقالوا غادي يديروا لنا الكارطات ديال الخيل وديك الشيء. تما عاد غتبدا الكارطه. عاد غتبدا الكارطه. تاسست ديك الكارطه الخيل اللي ايرينسي داروا لهم ايرينسي. واحد 3 سنين ولا 4 ما يلعبوش. يعني لقاو عندكم الايرينسي موجود تما؟ لقاو عندنا الايرينسي موجوده. ضربت داك 3 سنين ولا 4 ما بقاوش يشاركوا دابا صافي. بقاوش داك الخيل الايرينسي يشاركوا عندنا. يعني ديك اللجنه ديال الوصف يعني عطاتكم باقي شي مهله باش تبدلوا الخيل اللي عندكم ولا شنو؟ عطاتنا شي 3 سنين، شي 3 سنين ولا 4 عطاتنا.
يعني شوف عاود شنو هما الاسباب ديال علاش زعما عطاتكم هاد ايوا هذاك ايرينسي بوحدو ورابار بوحدو عارفوهم بالعبارات اخرين وافيين مفورمين بزاف اخرين غير صغيورين ما يحبوهمش بشحال دابا هشام اخي خصها تكون دابا في العود ديال ارابار باقي من سنتيم اخي متر 58 متر 62 على حساب ما محدوداش انا قلت لك غير كيكون الاصل لان هذا هو التطور ديال السلاله التطور ديال السلاله راه كاينين جوج كاين الاصطفاء الصناعي وكاين التطور ولا الارتقاء في هذه الحاله ديال الخيل كاين اصطفاء صناعي يعني حنا كنعزلوا العلو باش يعطينا العلو هادشي خصو الصبر والقضيه ديال الايرينسي كيفاش قلنا قبيله كيفاش جبت لك فاش طرحتي السؤال شنو اللي واقع اللي واقع هو صراع بين المظهر والجوهر والحل انا قلت لك الحل هو ان هادشي يتفرق يعني مثلا البطوله الوطنيه ديال 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 لاسوريك يعني ديال دار السلام هذه كنحسبوها هي كي كنقولوا المنتخب الوطني في المنتخب الوطني ما يمكنش تجي معاك تلعب معاك مثلا شي واحد اخر اجنبي شي واحد اجنبي على بال مثلا كتلقى الفرق ها الرجاء ها الوداد ها المغرب الفاسي كلهم معهم اجانب ما كاينش اللي غادي يقول له علاش صح ولاني غير كنهضروا على المنتخب الوطني راه خصنا يكون منتخب وطني يعني غير غادي تكون مثلا كنهضروا على واحد التبوريضه وطنيه راه خصنا واحد السلاله اللي هي وطنيه ما فيهاش الدخيل لان راه ما كاين بزاف ديال الامم كيهمهم ان هاد السلاله العربي البربري وديال البربري ما تبانش لان لو كونت كي كنقولوا للناس لي كونيسور ديال الراس واللي كيضربوا عليها لان راه كاينه واحد الفئه كبيره كتدافع على الربار يعني دابا الشركه بغات ان بحال شي الناس المقدمين يشاركوا يعني غير بالسلاله الوطنيه ديالنا الدراري المقدمين هي ما كتفرض على حتى شي واحد شي حاجه ما كاينش اللي غيفرض عليك شي واحد ما كاينش اللي غيفرض على شي واحد شي حاجه فهمتي لان العود عود كل مال حر مالك بغيتي تمشي به الموسم سير بغيتي تبورد به غير بواحد كتبورد هذا عشق راه كل واحد عنده الحب ديالو غير كنقولوا السياسه ديال الشركه شنو جات بغات دير ان صافي اننا عندنا واحد السلاله وطنيه نخدموا غير عليها هي باش غتشارك هي باش غتشارك وفي نفس الوقت الناس ديال ايرينسي لان ما انت ما انا قلت لك ما يمكنلكش تحرم واحد انه يزيد المره الثانيه ولا المره الثالثه وكيقول القانون فرض عليه وحده راه فرق كبير بين القانون والعداله مثلا دابا حنا نقولوا مثلا دابا الايرينسي شاركنا به شنو غيطرى شنو هو المشكل ماشي شنو شاركنا به شنو غادي يطرى هو ان داك السلسله ديال الانتاج ديالنا غنضعفوها واش فهمتي هاد الايرينسي انا نقول لك ما كنبغيش نسميها الايرينسي كنبغي نسميها الخيول العظيمه لان مشكل هنا مشكل غير ديال العظمه كلشي كيبغي يعاود فوقاني يشوف الناس تحت منه يعني الا جبتي انت كاميو 8 هاد الكوجونات انا غادي نجيب رموك غنجيب ويت كات كاع فوق منك باش تدات يعني مثلا دابا السربه اللي غتكون دابا في دار السلام يعني الا كان شي عود اجنبي وسط السربه يعني غادي يبانوا هذوك الاخرين قليولين بحال شي وسط ماشي بالضروره قليولين لان ما تحقرش لا رباربه صاحبي لا رباربه راه ما قليولاش واش الخويل ديال الحرب قليولا كيفاش قليولا لا رباربه ما قليولاش راه نقارنوها بخيول اخرى هذوك الخيول العظيمه راه خاصه بالجران واش غتقارن لي خيل ديال الحرب اللي مطلوب منه لونديرونس الخيل اللي خارج اصلا للجران البروتون خارج الجران خارج الكتله ديالو باش الكتله كتجر الكتله واني ما طلبش منه شي حاجه اللي اكثر من الطاقه ديالو راه الفرق بين انك راكب على عود غليظ ولا عود ارابارب ان في الارابارب كتطلع شاد السروع كتطلع بارك على الفران واني في العود ديال كي كنقولوا شي واحد اللي هو من هاد ايرينسي ولا الخيول العظيمه كي كنسميها انا غادي يكون طالع به راه كتطلع مكسيري تبورد على راحتك هز وحط وقران وخرط وشوف على اليمين وشوف على اليسار العود ما غيغفلكش غادي تقيل زيد عليها ان النسبه ديالك ديال الثبات في الارض كتكون ان الحافر كيكون كبير العود كيكون غليظ هذا هو اللي كيعشقوا الناس دابا راه كيبان لي اخي دابا بزاف ديال البار ديال ما فاهمينش دابا هذه الفكره هذه راه فاهمينها وما غلط ماشي فاهمينها غلط فاهمينها صحيح كذب عليك الكذاب اللي يقول لك شي واحد فاهمها غلط لا اصلا دوك البار ديال التبورده الشعبيه اخي راه ما فاهمينش اخي هادشي انا كيبان لي ما فاهمينش هادشي فاهمين صافي عود عنده الدار عنده اخي واحد الفورمه اللي عجبته في العين يعني هو باش غادي يشارك هو باش غيتبرد هو باش غيدير اي حاجه وراه انا قلت لك هنا راه ما هذا راه ماشي مشكل في حد ذاته ما خصوش يكون مشكل هادشي راه خصو يتفرق الخيول العظيمه كي كنقول لك غتولي لنا بطوله وطنيه بحال فروق الاحياء جيبوا حتى من زيمبابوي يلعب معاك ما كاينش اللي غايقول لك شي حاجه واني غير غادي نرجعوا كي كنقولوا التبوريضه الوطنيه ديال دار السلام اللي فيها معايير دوليه راه كل واحد غيبغي السلاله الوطنيه هي اللي تبان صافي اللي حقر راس ماله ضاع عليه كلشي الاولويه للسلاله الوطنيه واللي قال لك العربي البربري سلاله هجينا كاين شي قماقم كيقولوها كنقول له نحن شعب اراب بارب وكنتحمل مسؤوليتي في هذه الكلمه حنا المغاربه راه حنا شعب اراب بارب والبلاد المغاربيه كامل خوتنا الجزائريين شعب اراب بارب احب من احب وكره من كره رفيع الجلسه قلت لك اخي يونس
انا بالنسبه ليا كنحترم الراي ديال كلشي، ولاني الراي ديالي الشخصي ملي جيتي تطلبوا لي انا غنعبر لك عليه. انا بالنسبه ليا احسن حاجه وقعت للقطاع ديال الخيول في المغرب هي انها خرجت من تحت يد وزاره وخرجت شركه. شنو الفرق بين الشركه والوزاره؟ ان الشركه عندها المرونه، يعني لا في القرارات ولا في الادارات ولا في المساطر، يعني في التطور في السرعه ديال التدابير وديال الاجراءات، لان كلنا كنعرفوا الاداره فيها الركاكه معروفه، لان سي تان سيستيم، هذاك نظام، يعني واحد المسطره خصك تتبعها. القطاع ديال الخيول في المغرب احسن حاجه وقعت له هي هذه الشركه الملكيه لتشجيع الفرس. علاش؟ اولا خصنا نعرفوا هاد الاطر شكون هما اللي شادينها. انا درت البحث ديالي وكنعرف دوك الناس مزيان. شكون اللي غيقدم مثلا على الدكتور لا عمر السقلي ولا النائب ديالو بن عزو؟ شكون اللي غيقد عليهم؟ هذوك الناس راهم حكام دوليين، الدنيا العالم كيتشاور معاهم، يعني في المسابقات ديال الجمال ديال الخيول العربيه دوك الناس كلمتهم مسموعه، والخيول البربريه دوك الناس كلمتهم مسموعه. ما غاديش نخلي هادو غادي نسمعنا الهضره ديال واحد، يعني مثلا اللي ما غاديش يفرق لك حتى بين سير فرونسي ولا رابار، راه كاين الناس اللي عندهم هذا الخلط هذا. فهمتي احسن حاجه وقعت للقطاع ديال الخيول في المغرب، كنهضر على السلاله الوطنيه ماشي كنقجي الايرينسي. الايرينسي راه رزقنا، وني انا قلت لك القطاع شنو خصو يوقع؟ توقع الوصايه ان هذا كي كنقولوا ما قبلاتوش مرت باه، غنردوه لا عند امو راه عند امو، لان امو هي هاد البلاد هادي، هذاك الخيل راه خالقه هنا ومربيه هنا وقديمه، راه ماشي خيل جديده. والدم ديالها راه النص ديالها، النص ديالها راه شوف راه تاقلمات، راه الناس دخلات دي بروتون فرنسا بغات دير الفاج البروتون، والخدام ما عرفش يتصرف معها، علفها العلف ديال الربار بقتلوها. راه كنعرفوا ناس اللي دخلوا دي بروتون من برا باش يكسبوهم وبالشعير قتلوهم. راه كي قال لك محمد قبيله، راه الناس دابا في الحيينه غلطه، كيحسبهم بان الماكله هي اللي غتعطينا داك الغلط، والعود فيه عظم ديال 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 البروتون او عظم ديال بيرشورون غيخرج غليظ، راه غتبقى تنفخف على ربار. راه الناس كتقتل الخيل بالحمص، راه الحمص كان داك العام داير 20 درهم، الراجل كيقبل العود علاش؟ باش غير تجي البرزه يبان حتى هو، ما يبانش عوده قل من عود اخر. هذا هو اللي داير المشكل، لان المشكل فين كاين؟ كاين في العظمه، ان كلشي كيعشق العظمه وكلشي كيعشق العلو وكلشي كيعشق الغلظ. انا قلت لك كيف الاحساس ديالك وانت راكب على عود وكيبان كلشي تحت منك بحال الرعيه ديالك؟ صراحه احساس رائع. انت فهمتي راه هذا اللي داير، واني الا تقدينا كاملين غنكونوا بحال فين غادي يكون الفرق؟ هو الناس ديال الايرينسي اللي متشبته بالتراث، وتا هي فيها هاد اللوله ديال الحب ديال الخيل كتغلي، وهاد الحب ديال البارود، لان السم ديال البارود راه صعيب، البليه ديال البارود، ان اللحيه ديال كل الشعر ديال كيوقف فاش كتجي الضربه مقاده، راه احساس اخر. هذاك اخي يونس مازال ان شاء الله هادشي يزيد يغرق فيك. الله يلا بصح، واش فهمتيني؟ صراحه احساس الله يبصح. هادشي خصو يتفرق، يعني اللي عند اللي كيحب الخيول العظيمه ومسك عليه الله وبغى يبين المطموره، لان العود وجه المطموره. هادشي علاش الناس كتعجب كتعشق عود عالي ووافي وغليظ. ونتمنوا نكون وصلنا الميساج. المهم اخوتي غادي نختموا هذه الجلسه هذه اللي استفدنا منها بزاف ديال الحوايج بالنسبه للايرنسي وبالنسبه لاخر الخيول اللي دخلت علينا هنايا، وكيفاش غادي نحافظوا على السلاله الوطنيه ديالنا. يعني مع الاستاذ هشام تعلمنا بزاف ديال الحوايج. شكرا لكم بزاف، وطلعوا في راسكم الى فلوق ان شاء الله جديد. ضرب ما بغاش يطلع. سير اخويا عبد الغني دابا شي حطه حيانيه بقطيب. بسم الله سيدي والحافظ ربي. انكح انا تشه تشه تشه